To derirabe ngate hakilo e ite robe robe dakotira 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 dokke lawol dalwakere garasto dokke lawol robe wonbe dal garas mota do dokke lawol robe ji wonbe dal garas mota do dokke lawol نحاول أن يعني نعمل لهم عمليات اليوم في أول يوم 40 مريض على القائمة نجتهد يعني نجري كل العمليات أو معظمها. السلام عليكم. طيب ماشي نكمل شغل مش هنوقف راح ممنوعات كلها شيء ده خلاص خلاص اسأله إذا يشعر بدوخة يستريح هذا اليوم الثاني من المخيم الجراحي ولله الحمد في اليوم الأول تمكنا من إجراء 10 عمليات جراحية ونأمل إن شاء الله في هذا اليوم أن يعني تتم عمليات أكثر من اليوم الأول. ويعني نعتذر من العدد هذا الكبير يعني زحمة كثير ولكن يعني المرضى يحتاجوا يعني الدواء ويحتاجوا العمليات. تا إن قد ديزوردل إن ريسبكتو يوتا من غير بيتشن داني وندرا وندو فنجم كوغال من دوك كال كال. هذه حالة مريضة حضرت في أول يوم ولم تكن على قائمة الانتظار وجدنا لديها ورم كبير على أغلب الظن من نوع الحميد وتم استئصاله بتخدير موضعي والمريضة بحال جيد وقد ذهبت إلى البيت. كما ترون الورم كان متدلي من منطقة أعلى الفخذ وهذه أصوله في الجسم تم استئصاله بالكامل والحمد لله.
الأول يشتكي ألم بصعبة جدا. الآن الحمد لله. المريض إن شاء الله النهاردة هنشتغل. هو مريض شاب عمره 20 سنة، حضر في العيادة من 5 شهور، وقع على إيده وجاله كسر في عظمتين الساعد، ووضعه سيء، وإذا استمروا في الوضع دوت مش هينتهي. هو بقاله 5 شهور وما حصلش التهاب لحد دلوقتي، فهنحتاج نفتح ونعيد نعيد إحياء أطراف العظام وتوصيل وجعل الدم يصلها بشكل كويس، وبعدين إن شاء الله بتثبتها بشرايح ومسامير في الساعدين إن شاء الله بإذن الله، وربنا يقدر الشفاء إن شاء الله. بعض الحالات ممكن إجراءها بتخدير موضعي أو تخدير المنطقة، مثل هذه الحالة، حالة فتق إربي، يتم عملها بتخدير موضعي. هذه من أكثر العمليات التي نجريها هنا، عملية ترقيع فتق إربي، وهي تلاحظ هنا بشكل كثير. لا نعرف ما هو السبب، بس هي أكثر الحالات التي نجريها هنا، ويمكن إجراءها بتخدير موضعي مثل هذه الحالة.
احمد فين؟
كان هيك قلنا علينا يعدمهم هنا ناس قاست الكرسي ماما اذهب ادعي للدكتور علاء نعم حضر الدكتور علاء نعم ولكن الدكتور علاء نعم اذهب نعم الدكتور علاء والدكتور حسام تصور هنا انتفاخ البطن يحتمل ان يكون سرطان في المعده كبر سنه ولوجود نقص في الوزن ولانه يؤلمه من الزمن ويشعر بحرقان في المعده وعنده اسهال شديد وهذه كما ترى ربما تكون سرطان في المعده سوف استدعي الاستشاري ربما الدكتور علاء والدكتور حسام ليرى ما هذا حكم ولا تصورها ما تبلي سوى صورة فوتوغرافية صافي صافي ها صافي خلاص هيا هلا وجدوا وصلنا تعود على الكفتة هذا بلوكي بوم أيران أيران كوسامي ها جيرا 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 بلوكي كوسامي داوي ولنا نانا نانا تابا do kam banni nono daydana ha maunu go horelo ma wulida hakaza hada al marad asabahu inda wato هذا طفل يعاني من تضخم في الراس ويسمى هيدروسيفلس ذلك زيادة الكرينيال بريشر ولانه لات كلوز سوتشر غير ذلك حسب اتفاق انا الان اريد ان افحص ظهره اراه عمل له اي شنط في الظهر ام لا يبدو انه لم يصنع له اي شيء وانه لم يعالج حتى الان سوف استشير الدكاتره هل يستطيعون ان يعملوا له شيء او لا المشكله اننا لا يوجد لدينا اي جراح او طبيب اطفال الطفل الذي كان لدينا قبل قليل عمره سنتين لا يستطيع المشي كما لا يستطيع الجلوس الجلوس يستطيع ان يجلس الطفل في عمر 6 شهور ولا يستطيع الجلوس كما ايضا لا يستطيع ان يحبي هذا بسبب ارتفاع ضغط المخ اثر على الاعصاب ممكن انه صار له غموض في المخ لذلك يعني من الضعفات حقه يكون لديه ضعف عقلي وتخلف عقلي نسال الله ان يعافيه ان شاء الله ان شاء الله derirabe ngate hakkilo e ite robe robe dakkortira be dakkortira be dakkortira be dokka lawol kala wakere garage do dokke lawol robe wonbe ga garage motor do dokke lawol robe ji wonbe ga garage motor